السيدة أم محمد من أسوان. أيوة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت حضرتك، أنا معايا جارتي وأختي كده في العمارة، كان في مشاكل بينها وبين جوزها وعملت له خلع في المحكمة، فحاليا جاي لها عريس. ففي ناس بتقول إن الجواز الخلع ده لا يجوز إنها تتجوز بعديها، يعني حرام، وفي ناس بتقول حلال، فأنا عايز أعرف جوازها حلال ولا حرام؟ يعني هي عملت خلع فخلعها عقاد المسلمين؟ من حوالي سنة وانفصلت. كويس، يعني اللي خلع عقاد المسلمين في المحكمة. كويس جدا، ما هو المحكمة ده يعني قاضي المسلمين، يبقى قاضي المسلمين حكم ان هو خلعها خلاص. عملها خلاص، هي مطلقة، واذا قضت عدتها يجوز ان هي تتزوج. مين اللي بيقول بقى دوت؟ مفيش حد. يعني حضرتك استني بس، حلال وفي ناس يغلط. أم محمد، حرام محمد، وده يعتبر استني بس، استني بس اقول لك حاجة يا أم محمد، لان في شوية بوستات كده كاذبة اتعملت عشان تخلي المجتمع كده يحصل فيه بلبلة فيه، ونسبت إلى أعلام كبيرة في المجتمع، والكلام ده مش صحيح، ده هذا الكلام كذب. محدش قال خالص من علماء المسلمين المعاصرين وخاصة الكبار منهم إن الخلع ده مش طلاق، إن الخلع ده مش فرقة. الخلع فرقة، ومعنى إن الخلع فرقة إن المرأة إذا وقع لها الخلع وانقضت عدتها، اللي حاصل يجوز لها أن تتزوج، وليس هناك ما يمنع من ذلك، لأن هذا طلاق يكون كالطلاق البائن، لا تحل له إذا كانت في الطلقة الأولى أو في الثانية إلا بعقد جديد ومهر جديد، وإذا كانت في الثالثة لا تحل له إلا إذا نكحت زوجا غيره. يبقى لأ، يجوز لها أن تتزوج، ولو سمحتم بلاش نسمع كل هذه الأكاذيب اللي الغرض منها أن هي تهدد أمن المجتمع، وخاصة في عمود من أعمدته وهو الدين.